إلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات التعاملات على تراجع جماعي بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 706 مليارات و751 مليون جنيه. بالنسبة لأداء المؤشرات، تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 10710 نقاط. كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 2688 نقطة. كما هبط مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.6% ليغلق عند مستوى 3655 نقطة.